لؤلؤة جزائرية سطع اسمها في سماء أكبر المحافل الرياضية الدولية. اسمها كيليان مور التي كتبت التاريخ بأحرف من ذهب وأمام أنظار العالم. ميدالية ذهبية أسطورية في رياضة الجمباز هي الأولى من نوعها للجزائر وإفريقيا والعرب. إبداع كبير وإرادة فولاذية تمتعت بها ابنة الجزائر أمام بطلة العالم في نفس التخصص، فعرفت كيف ترفع رصيدها من النقاط التي كانت فاصلة في تتويجها بالذهب. صاحبة 17 ربيعا والتي مرت على العديد من الصعوبات في مشوارها الرياضي، خاصة بعد تلقيها إصابة خطيرة على مستوى الغضروف، لكن إرادة نمور كانت أكبر وعادت من بعيد. نمور التي تعتبر الرياضية الأولى التي تحصلت على الميدالية الذهبية لدى الوفد الجزائرية لتدوي قسما في سماء الألعاب الأولمبية. ميدالية أولمبية هي 18 في تاريخ مشاركات الجزائر، والذهبية 6 في جدول مشاركات الوفد الجزائري تاريخيا. الفراشة الجزائرية التي أمتعت وأبدعت وأذهلت لتؤكد أنها رياضية استثنائية تحدث الظروف وتخطت الصعاب لتصل إلى قمة القمم. فهنيئا للبطلة الجزائرية كيليان مور على رفعها للراية الوطنية فوق الأراضي الفرنسية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.